بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع درس من دروس مادة التربية الإسلامية في مدخل الاستجابة للمستوى الثاني الوحدة الرابعة. ندعم إن شاء الله درس أصلي الظهر والعصر. أصلي الظهر والعصر. أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، انتبهوا معي. بماذا تذكرني هذه الصور؟ بماذا تذكرني هذه الصور؟ الوضوء واستقبال القبلة. الوضوء واستقبال القبلة. نعم، تذكرني بالصلاة. أحسنتم، تذكرني بالصلاة. إذن هيا جميعا لنتذكر كيف نصلي صلاة الظهر والعصر. نتذكر ونتمم هذه الجمل بالكلمات الناقصة. إذن انتبهوا معي، انتبهوا أحبائي الصغار. صلاة الظهر والعصر من الصلوات المفروضة. هناك كلمة ناقصة، ما هي هذه الكلمة؟ صلاة الظهر والعصر من الصلوات المفروضة. نعم، أحسنتم، من الصلوات الخمس المفروضة. لدينا في اليوم خمس صلوات، نصلي خمس صلوات. نعم، انتبهوا. عدد ركعات صلاة الظهر والعصر ركعات. كم من ركعة نصلي في الظهر والعصر؟ كم؟ أحسنتم، أربع ركعات. جيد. نؤدي صلاة الظهر والعصر. متى نؤدي صلاة الظهر والعصر؟ نؤدي صلاة الظهر والعصر نهاراً. جيد، نؤديها نهارا. أحسنتم أحبائي الصغار. نتمم المراجعة إن شاء الله. كيف نؤدي صلاة الظهر والعصر؟ كيف نؤدي صلاة الظهر والعصر؟ بعدما نتوضأ ونستقبل القبلة طبعا، ماذا نفعل في الخطوة الأولى بعد الوضوء واستقبال القبلة؟ نعم، أقول الله أكبر. أقول الله أكبر. نعم، ماذا أفعل في الخطوة الثانية؟ ماذا أفعل في الخطوة الثانية أعزائي التلاميذ؟ أحسنتم، أعتدل وأقرأ الفاتحة وصورة قصيرة سرا. أقرأ الفاتحة وصورة قصيرة سرا، لا أقرأها جهرا، أقرأها سرا. نعم، أحسنتم. ذلك ماذا أفعل؟ ماذا أفعل بعد قراءة الفاتحة والصورة؟ جيد، الركوع. جيد، أقول الله أكبر وأركع وأقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات أو أكثر. أقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات أو أكثر. بعد الركوع ماذا نفعل أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات؟ نعم، نرفع الرأس من الركوع. أرفع رأسي من الركوع وأقول سمع الله لمن حمده، ثم أعتدل. بعد ذلك تذكروا جيدا. أحسنتم، السجود. السجود، وأقول الله أكبر
وأسجد وأقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات أو أكثر. أسجد وأقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات أو أكثر. أحبائي الصغار، ماذا أفعل؟ أحسنتم، أجلس. أجلس، أرفع رأسي من السجود وأقول الله أكبر وأجلس. نعم، أجلس بعد السجود. ثم أفعل بعد ذلك؟ أسجد مرة أخرى. أسجد مرة أخرى. أحسنتم، أقول الله أكبر وأسجد وأقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات أو أكثر. أسجد وأقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات أو أكثر. بعد السجود صغاري، بعد السجود أتذكر جميعا، أقف للركعة الثانية. أقوم للركعة الثانية وأقول الله أكبر لكي أصلي الركعة الثانية. ماذا أفعل في الركعة الثانية؟ ماذا أفعل في الركعة الثانية؟ فكروا. أحسنتم، أفعل مثل ما فعلت في الركعة الأولى ثم أجلس للتشهد. جيد جدا، أفعل مثل ما فعلت في الركعة الأولى ثم أجلس للتشهد. أحسنتم صغاري. هل نكتفي بهذا في صلاة الظهر والعصر؟ لا طبعا، لأن صلاة الظهر والعصر 4 ركعات. إذن ماذا أفعل في الركعة الثالثة والرابعة؟ ماذا أفعل في الركعة الثالثة والرابعة؟ فكروا. جيد، أفعل مثل ما فعلت في الركعة الأولى والثانية وأقرأ بالفاتحة فقط ثم أجلس للتشهد الأخير. أقرأ بالفاتحة ولا أضيف السورة القصيرة ثم أجلس للتشهد الأخير. أحسنتم صغاري. بماذا ننهي الصلاة؟ بماذا ننهي الصلاة أحبائي؟ نعم، بالسلام. ننهي الصلاة بالسلام ونقول السلام عليكم. أحسنتم، أحسنتم صغاري. وبهذا نكون قد أنهينا مراجعة صلاة الظهر والعصر، فأشكركم على حسن انتباهكم، وإلى اللقاء في عمل آخر بحول الله.